آمنة على الرجال، لأن كان النساء والأطفال يرجى دخولها إلى قرب المحطة البرية أو إدماجها مع المحطة البرية، وهذا أصبح ضرورة. تعبيد طرقات مؤدية للمزارع ببلدية المالح، يوجد كثير من المزارع التي تعاني من هذا المشكل. ملاحظة فيما يخص اختيار مرقيين عقاريين بالولاية، نطلب أكثر صرامة وأكثر تحديد للمعايير دقيقة في دفاتر الشروط. غير معقول مرقي 50 مسكن ما قادش يكملها، تلاقاه عنده عدة حصص سكنية وكل شيء حابس. نؤكد على ضرورة توفير جهاز موموغرافي لماذا يكون برمجته في الميزانية الإضافية للولاية كدعم لهذا القطاع الحساس، قطاع الصحة، بعد ما همش في الميزانية الأولية. شفنا بلي قطاع الصحة ما استفاد والو في الميزانية الأولية، لماذا في الميزانية الإضافية؟ ولو نساعدوه غير بجهاز موموغرافي يكون الشاف اليوم في تموشات في انتظار مديرية الصحة تشري باقي الظواهر. ضرورة توفير مكاتب للبريد في الأحياء الأكثر شعبية والأكبر من ناحية النسمة بولاية عين تموشات، هي حي مولاي مصطفى وحي الجوهرة. وشكاين ملاحظة، لما لا شراء محلات لوبيجي وإعادة تهيئتها كمكاتب للبريد، فيها اقتصاد من ناحية التكلفة وما نضيعوش الأرضيات نستفادوا منها في مشاريع أخرى. شكراً.